دكتور صالح، السيد السوداني صرح قائلا: سوف آتي بالوزير الفاشل أو الفاسد إلى البرلمان. إحنا اليوم كإعلام نتساءل، يعني مو الأجدر أنه بالسيد السوداني يقدم الأسماء اللي يكتشفها للإعلام مباشرة وبالتالي كسب ثقة الجماهير العراقية، بالمقابل أنه ما أودي للبرلمان وبالتالي الجهة أو الحزب السياسي اللي مرشح هذا الشخص الفاشل أو الفاسد راح يكون داعم له وبالتالي ما راح يتحقق اللي يريده السيد السوداني؟ لا اعتقد، انا مع السيد السوداني في هذه الموضوع باعتباره سيحرج الكتل السياسيه التي رشحت الفاسد، يقول هذا مرشحكم فهو فاسد، بالتالي ياتي باعتبار انه الشعب حقيقه المجلس النواب يمثل الشعب فهو يعرضه امام الشعب، واعتقد نتمنى ان يكون هذا الموضوع علني وليس سريا، اذا كان عليا فهو نجاح كبير جدا ومصارحه مع الشعب حقيقيه، اما اذا كان سريا وتكون هناك مفاوضات في غرف مظلمه لا بالتالي سيسوف الموضوع. اعتقد انه السيد السوداني مصر على النجاح واتمنى ان ينجح، ولكن يحتاج الى حقيقه عمل دؤوب بالتخلص من الضغوطات الكارثيه التي تفرضها الاحزاب بدون استثناء. الاحزاب لديها مصالح، هنالك موضوع في العلاقات الدوليه طبعا، ولكن نستطيع ان نطبقه في النظام الداخلي، النظام السياسي الداخلي، ما يسمى باللعبة الصفرية. اللعبة الصفرية ماذا تقول؟ إنه خسارة الطرف، ربح الطرف الأول خسارة كاملة للطرف الثاني، ولا يوجد بديل. يعني عندما ينجح حزب بالوصول للسلطة يحاول حقيقة أن ينحي جميع الأحزاب حتى يستعيد أن إعادة نفسه مرة ثانية. باقي دول العالم في الجانب الديمقراطي يلعبون اللعبة غير الصفرية، أنا أربح نعم باعتباري الأكثر وأعطيك هامش من الربح حتى حقيقة مستقبلا تكون لك علاقات ودية وإشارات إيجابية لحقيقة لتمشية النظام السياسي مستقبلا وبالتالي باتجاه الجانب الوطني الفعلي وليس الجانب العقائدي الحزبي. نعم.